سريعا نتحول الى شرم الشيخ مع زميلنا كريم بيبرس، نتعرف منه على الاستعدادات اللي بتتم في المدينه لاستقبال قمه المناخ. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. فعلا الاستعدادات ما زالت مستمرة هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال الوفود القادمة من أجل مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. احنا اتكلمنا أكيد الأيام اللي فاتت عن العديد من الاستعدادات، ولكن يمكن دايما الأهم إن هي استعدادات صديقة للبيئة، تماشيا طبعا مع الفكر والتوجه الخاص بمدينة شرم الشيخ دلوقتي عشان تتحول لمدينة خضراء. طبعا جزء مهم جدا من التحول للمدينة الخضراء هي استخدام مستلزمات وأدوات صديقة للبيئة، ممكن من أهمها استخدام مثلا الإضاءة، الإضاءة الخاصة بالأعمدة كلها هتبقى بالطاقة الشمسية، وبالفعل في جزء كبير منها خلاص تحول بالفعل للطاقة الشمسية، نسبة كبيرة جدا منها تحولت للطاقة الشمسية، يمكن أكثر من 80-90% من الأماكن اللي مرينا بيها بالفعل الطرق العواميد تحولت للطاقة الشمسية. دي نقطة مهمة جدا. نقطة كمان هي إعادة استخدام الموارد الخاصة بمدينة شرم الشيخ علشان تبقى كمان يعني صديقة للبيئة، وكمان علشان ما تأثرش على المناخ. جزء من التجديدات دي هي إعادة استخدام المياه عن طريق تحليتها بشكل عام، سواء كانت في المستشفيات، سواء كانت حتى المياه الخاصة بالفنادق، سواء كانت المياه الخاصة بالمواطنين بشكل عام، ويتم تحليتها وإعادة استخدامها لزراعة المدينة في كل أنواع الأشجار المختلفة. كمان إذا قعدنا للفنادق، الفنادق كمان بتستعد إن هي تكون مستلزماتها داخل الفنادق كلها صديقة للبيئة عشان تاخد علامة النجمة الخضراء، ودي العلامة اللي هي بتقول إن الفندق ده صديق للبيئة. كمان المستشفيات بتستخدم دلوقتي مستلزمات طبية وغير طبية داخل المستشفيات صديقة للبيئة على قدر المستطاع، سواء كانت الطاقة سواء كانت المياه داخل المستشفيات دي. كل ده بيتم تجديده وتطويره بشكل عام في كل المرافق. يمكن كمان قاعة المؤتمرات كمان بتستعد بالتقسيمات المختلفة في القاعة الزرقاء أو المنطقة الزرقاء اللي هيكون فيها الورش الرئيسية والفعاليات الرئيسية، وكمان المنطقة الخضراء اللي هيكون فيها الخيام الخاصة بالشركات والأفكار المختلفة اللي هتساعد على الأفكار والتحديات اللي نقدر نواجهها لمواجهة التغير المناخي المختلف هنا في مدينة شرم الشيخ. والآن أعود إليك يا شاذلي مرة تانية. كل الشكر ليك يا كريم على كل هذه التفاصيل. كريم بيبرس مراسلنا من شرم الشيخ، بنشكرك شكرا جزيلا.